اونتخ بارونتيز فاش هضرت على ديك لا فيديو واحد السيده في الفيسبوك ما كنعرفهاش قالت لي بركه ما ديري الاشهار وسيري دي امك للسبيطار وما تعرضوش لنا حياتكم الشخصيه. انا اختي بغيت نقول لك انني ما عرضتش حياتي الشخصيه ولا عرضتها، انا اللي عرضتها يعني حتى واحد ما بزز عليا. وثانيا منا ديناها لا كلينيك الحمد لله والشكر لله، وثالثا ما درت كاع الاشهار هنا، وهذا اش غنقول لكم انه تيستحق هاد لا كلينيك اللي مشات ليها ماما، يعني اللي ديناها ليها. كاينه في جديده ستين كلينيك انترناسيونال جديده، وقلت لاختي عافاك كتبيها ليا في لي كومونتير، غادي نكتبها يعني لتحت سميتها، لان ما يمكنش نبقاو نشوفو حنا عيش الحوايج اللي هما نيجاتيف ونسمعوا الحوايج اللي نيجاتيف. هاد الكلينيك تخليها واحد حيخرج ميات، هذا علاش اللي ما نكونوش فرحانين حنا بريوسنا وبالطاقم التقني. انا ما دايره كاع والطاقم الطبي اللي عندنا راه ما دايره لا اشهر لا والو، انا ما عارفه ماشي فين جاو. والواحد ملي كيوقع ليه مشكل ما كيبداش يقلب في يعني يدير الاشهار ولا هذا، بالعكس انا ديك الساعات عيطت لصاحبتي هنايا باه وقع ليه مشكل، بديت كنقول لها فين 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 قولي لي فين دي مي، لان ديك الساعات تتكون ايميرجونس ميديكال يعني كل دقيقه كتحسب. وعلاش لا ما نقولوش البلايص اللي زوينين واللي كيداواو واللي كيصوبيو الناس، علاش ما نقولوهمش؟ يعني ماشي اشهار ولكن غيعطينا واحد شويه على سي بلوس اون دوفيان راسوري، باش كنعرفوا بان واحد البلاصه اللي ديتي ليها بمك ولا باك غيعتقوه، يعني ما يخليوش في لو كوان تيتقطع تيموت. هادي اونتر بارونتيز. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. معكم ايمان اللي عندها قناه سميتها ايمان استيس. اليوم بعدا افون من نبدا سميتو لو سوجي تاع اجوردي، يعني شنو غنقول علاش غنهضر اليوم، نعرف براسي. انا جوي انفيرميير هنا في كندا، عندي يعني 12 عام تاع ليكسبيريونس في مجال التمريض هنا في كندا في مقاطعه كيبيك، وكيعجبني نتقاسم مع الناس المعلومات اللي غتفيدهم وتفيدنا كلنا ان شاء الله. دونك اليوم علاش غنهضر؟ انا نهضر كما هضرت الفيديو السابق على لا كريز كاردياك اللي جات ماما الاسبوع، صافي دي جور دابا باش جاتها. قلت ضروري غنهضر دون فاسون بروفيسيونيل، يعني ما نعاودش لكم على ليكسبيريونس ديال ماما وكيفاش دازت هذيك المحنه، راها في الفيديو للناس اللي باغيين يشوفوها وعندهم واحد شويه تاع الفضول. مرحبا بكم، كاينه في الفيديو السابق. اليوم غادي نهضر كيما قلت لكم دون فاسون بروفيسيونيل شنو هي اون كريز كاردياك وعلاش كتوقع لنا هاد لا كريز كاردياك. الكريز كاردياك شنو هي؟ ان لو موسكل كيما قلت لكم لو موسكل ديال القلب، القلب هو واحد العضله اللي باش تخدم مزيان باش تخدم وما يكونش عندها مشكل خاصها الاكسجين، يعني خاصها الاكسجين باش داك الموسكل وديك الخلايا ديال العضله كي يتغذوا من الاكسجين. داكوغ، الا كان عندنا والقلب دايرين به العروقه اللي الا شفتوا الناس في الغنمي يعني في الذبيحه وداكشي، الا شفتوا القلب تيبانوا لكم على برا تاع القلب كاينين واحد لي زارتير تيبانوا، هادوك لي زارتير هما الاورده اللي كتغذي لنا القلب باش يخدم خصو حتى هو يتغذى. دونك ملي كيوقع لينا مشكل في دوك لي زارتير في ديك الاورده كيوقع لينا واحد لوبستركسيون واحد القلب تيتبلوكا ولا كيتسد، يا اما كاينه جوج الحوايج، يا اما كيتسد على طيل السنين الكوليسترول، من الواحد يكون عنده الكوليسترول تيعاني من الكوليسترول وما عارفوش، في الوسط ديال العرق تتكون لينا واحد لابلاك اللي عباره عن لاغريس اللي كتكون كتبدا غدا وكتسد لينا داك لو ديامتر ديال العرق. هادي اول حاجه. ثاني حاجه تقدر توقع لنا لوبستريكسيون باغ هاد لابلاك، ولكن هاد لابلاك ما كايناش في العرق تاع القلب ولكن كاينه ايور، ولا سيركيلاسيون سانغين تقطعت واحد شويه ديال هذيك لابلاك ومشات لنا للقلب وسدات لنا العرق تاع القلب. كما تقدر دير لنا الله يستر امبولي بيلمونار، يا اما تسد لينا العرق اللي كاين في لي بومون، ولا الله يحفظ الافي سي تسد لينا العرق في الدماغ. دونك هذا علاش ضروري ومؤكد
الناس يديروا بيلون باش يعرفوا واش عندهم الكوليسترول. ضروري ضروري. تقولوا لي بزاف الناس كيما ماما ما كتاكلش لاغاس، يعني ما كتحملش الشحمه، ما كتحملش كاع داك لي برودوي انيمال ولا انيمو، ما كتحملهمش يعني ما كتاكلهمش بزاف. لا كانت اللحم كتاكل اي شويه، ولكن خصكم تعرفوا بان الجسم ديالنا راه يعني متطور بزاف. يعني شنو كنديروا ملي كناكلوا هذيك لاباتيسري وديك الحلاوه وداك الشيء، شنو كيدخل لينا الدات ديالنا والكبده كتحول لنا الكوليسترول، لو موفي كوليسترول. وداك الكوليسترول يا يعني اما كيكونوا الناس اللي عندهم الكرش كيكون على برا، وكيقدر وغالبا كيدخل دوك الاورده وكيبقى غادي وكيديبوزا تما، كيدي تحط في الوريد تيكون بحال هكا، وهذاك الشحيمه كتكون هكا غادا وكتسد لينا وكتسد لينا تتدير لنا واحد لاختار اللي تيكون مسدود، اولا كما قلت لكم كيوقع لينا هذا المشكل ايوغ في الجسم ديالنا كلنا. وديك لا بلاك مع لا اوت بريسيون ارتيريال، يعني الناس اللي عندهم لا بريسيون ارتيريال كطلع شنو كيوقع؟ بداك الدخان بالجهد هذوك لي بلاك كيتقلعوا من بلايصهم وكيمشيو لبلاصه اخرى، وتيقدروا يديروا لنا ان افي سي، يقدروا يدير لنا ان كريز كاردياك ولا لانفاكتوس، ويقدروا يديروا لنا ان امبولي بيلمونار. هادشي علاش ضروري ومؤكد الناس يعني ديروا واحد لو بيلون باش تعرفوا واش عندكم الكوليسترول ولا لا. ولا كان الكوليسترول كاين، راه كاين بزاف الحوايج كاينين، يعني لي ميديكامون اللي واحد المجموعه اللي كتسمى لي ستاتين، يعني دي كومبريمي اللي كيتخادو دين فاسون ريغولير يوميا، وما خصناش نقطعوا لي ميديكامون، ما نقطعوش الدواء حيت حنا ولينا لاباس. صافي راني وليت لاباس نقطع الدواء. هاد الادويه هادو ما خصهمش يتقطعوا منك راسك. واخا نتلاقى مع صاحبتي وتقول لي انا وليت لاباس راه ما بقيتش كناخذ الدواء وهذا وليت لاباس وقطعته راني بخير، وتانا غنمشي نقطعو نقول راني وليت لاباس. لا، الله يرحم والديكم الاباء والامهات، ما تقطعوش الدواء الا قال لك الطبيب انت ما بقيتيش محتاج هاد الدواء. اما باش تقطعوا من بدايتك راسك وتقول انا بخير وعييت من الدواء وغادي نقطعوا، يعني نتمنى ان غير بغيت ندير واحد شويه تاع التوعيه، يعني نتمنى ان يعني الواحد يكون كما كيحافظ على الصلوات ديالو وكيحافظ هذا يحافظ على الادويه ديالو. الله يرحم والديكم. هادشي اللي كاين. دونك هضرنا على منين كتجينا هاد لا كريز كاردياك وشنو هو المشكل، شنو هما الاعراض ديالها. الاعراض ديالها كتكون مفاجئه، يعني ملي كيوقع لنا واحد لوبستركسيون واحد العرق كيتسد، القلب كيبدا خدام ولكن ما لقيش باش يخدم، يعني ما لقيش الاكسجين، والبلايص اللي تيتسد فيها داك العرق تيبدا القلب تيبدا يموت بشويه بشويه، ولا مات لا الله يستر ان زون ماتت راه ما كتعرفش تعاود تحيا. دونك هادشي علاش راه ضروري ومؤكد ملي بانوا لنا هاد لي سيمبتوم ولا هاد الاعراض، اولا نديروا ان بيلون اللي نشوفوا واش عندنا الكوليسترول. الطبيب غيخرج لينا واحد لو مود دو في، يعني ريجيم، يعني رياضه 20 مينوت بار جور، يعني 20 دقيقه نتمشى فيها. كاينين بزاف الحوايج غادي نهضرنا عليهم من بعد. دونك هنا شنو هما الاعراض اللي كيجيو هاد الاعراض تتكون بطريقه مفاجئه، يعني تيكون الواحد جالس ولا اي فوا دار غير واحد لو موفمون صغير كيصلي ولا هذا كيجي واحد الحريق بحال واحد لا بريسيون هنا، يعني بحال شي واحد جالس لي على صدرو. كتجي لا دولار في لو كوتي غوش، يعني لو كوتي ديال القلب، كتقدر تهبط لينا حتى الايد لبرا كلها، وكتعطينا صداع عاوتاني في لا ماشوار، وكاين اللي كتجيه ان ديجيستيون تيقول لك واقيلا انا كليت وهذا الشيء ما تهضمش ليا، كيجيو لي نوزي يعني الدوخه، يقدر الواحد يرد فيهم يعني يجي يفرغ. شنو اخر خصني ما ننساش؟ دونك الردان لا دولار، واخا الواحد تيجلس وكيبغي يرتاح وكيبغي يتنفس ما كيقدرش يتنفس، كيحس براسو ايسوفلي بحال هذا الرياض، ما كيقدرش يدخل النفس ديالو كما
في طريقه عاديه، وتيقدر يوقع بنادم كيبدا يعرق، تيعرق بواحد الطريقه كبيره بزاف مع هاد لا دولور. لا كولور ما كتبقاش، كتولي واحد لا بالور جايه الخضوره، يعني بنادم كيتبدل، تيبان لك بنادم تبدل في لحظه. وهاد لا دولور واخا كيما قلت لكم كنجلسوا وكنرتاحوا ما كتمشيش، تتبدا غدا وكتزاد. علاش؟ لانه القلب باقي تيضرب و إل غيكلام لوكسيجين، باغي لوكسيجين باش يتغدى وما لاقيش لوكسيجين مين غيجيه، لانه هذاك العرق مسدود. دونك في هذه الحاله ستين اورجونس ميديكال، يعني خصنا نمشيو لوبيتال اللي قريب لينا ولا نمشيو لا كلينيك اللي قريبه لينا. و دونك هي هذيك شنو هو لو تريتمون اللي خصنا نديرو. تريتمون سي اون ايرجونس ميديكال كيما قلت لكم، الميديسان كيعطي يعني لاسبيرين لو بلافيكس، كيعطي لا نيترو باش تيتحلو دوك العروقات، يكون لو روبو، تيعطي لوكسيجين باش القلب ياخذ لوكسيجين. و سي اون ايرجونس ميديكال خاصك تشوف الكارديولوج، تيدير لك واحد التلفازه على القلب باش يعرف شنو هما البلايص اللي مسدودين، يعني شنو واش عرق ولا دو ولا تخوا، خصو يشوفهم ديك الساعات. و لو تريتمون هو بور ديبوشي، كاينه هذيك لا العمليه اللي صغيوره لونجيوغرافي اللي كدار من يا اما من لالين ولا من لو بغا، كيدخلوا بالكاميرا وكيديروا واحد ديلاتاسيون، يعني كيحلوا وكيديروا واحد لو ستانت كما قلت لكم المره اللي فاتت، باش داك العرق ما يعاودش يتسد. وهذه ستين انترفونسيون ديرجونس. الحاجة اللي مهمة جدا واللي كنوصي عليها الناس كلهم، انهم ضروري من المشي، يعني ضروري من واحد لو ريجيم اليمونتير اللي هو سان، يعني واحد لو مود دو في اللي تيكون هو مزيان. نحاولوا نبعدوا على السكريات، نحاولوا نبعدوا على اوغوزمون حنا ما عندناش في لا سوسيتي ديالنا الناس كيشربوا ولا هذا. الرجال اللي كيكميو ضروري من الكميان، ضروري خصو يتحيد، لان الكميان حتى هو تيدير تصلب الشرايين، وزيد عليها يعني مع الكوليسترول وهذا كيولي مشكل عويص جدا مع السنين. و ويقدر هذا الشيء يوقع في الناس الصغار اللي عندهم السمنه وهذا، يوقع لهم هذا المشكل كارديوفاسكولار. لهذا ضروري من الرياضه، ضروري من يكون عندنا واحد لو مود دو في اللي تيكون هو صحي، الماكله صحيه، ضروري الوجبات ناكل ونمشي نتمشى ولا ناكل بكري، يعني 6 6 ونص نحبس 7 كاع ماكسيموم. نحيدو دوك العادات تاع اننا كنتعشاو معطلين وكناكلو وعدا كنخمرو، هادي خايبه بزاف. هادشي اللي كاين، يعني تدور دور دور كتلقى بانه كيبقى نفس لو مود دو في اللي خصو يكون زوين، وخص كيما قلت لكم الرياضه، المشي، شرب الماء مزيان، ناخذ الخضار الفواكه، الحلوى نبعدوا منها لان الحلوى كتدخل الدات كتولي كوليسترول. يعني ناخذ لو رابور ديالنا من لي بروتيين مزيانين باش ما يبقاش لنا واحد لا فونت موسكولار، وبزاف د الحوايج. هادشي كلهم غادي نهضر عليهم ان شاء الله. لا فيديو جات طويله بزاف، نتمنى انكم يعني هاد لا فيديو تجيكم يعني تستافدوا منها. ولا عندكم شي اسئله مرحبا والف مرحبا، وتنتمنى منكم التشجيع، وشكرا جزيلا، ان شاء الله المره الجايه. ميرسي.